فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية الحجر بحجر إسماعيل، حجر، أو تسمية الحجر بحجر إسماعيل، هل هي تسمية صحيحة؟ وهل قبر إسماعيل موجود؟ ما له أصل، حجر إسماعيل يقولون كذا، لكن ما له أصل، ما أعرف له أصل. وأما اللي يقولون إنه مدفون فيه إسماعيل، هذا باطل، فإن المساجد لا يدفن فيها الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا المسجد الحرام ولا غيره، ما يدفن الأموات في المساجد. نعم.